صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان. بدنا نحكي لكم هالفيديو مشان تسمعوه بكل بساطة. بدنا نفوت من محل ونطلع من محل. بتمنى على عمي حسن نصر الله يكون عن يسمع. يعني عمي حسن نصر الله، بتمنى عليك، انت اللي عم تعمله غلط، بس اللي عم تعمله غلط حيش بقى تسمع عني، سمع مني. نحن خلينا نقول لك اشفين، مش بدي من حديثك، حديثك ما بقى له قيمة، كان له قيمة بالأول، كانوا المراسلين الأجانب اللي مروا علينا يقولولنا بالحرف الواحد. بالحقيقة في سمير، دكتور سمير جعجع والسيد حسن نصر الله فيكن تسمعوا حديثهم. صرت أنت تكذب، تحكي شيء على التلفزيون وبتعمل العكس. خلي ليش عم تحكي بالانتخابات اللبنانية؟ خلي رئيس الكتلة محمد رعد هيدي شغلته، هو خليه يحكي عن قصة الانتخابات وعن قصة كذا. ليش بتفوت أصبعك مثلا؟ بدي أحكي أشياء كثير عنك أشك عامل بلبنان وكيف مدمره، بس معلش خليني أقول لك أشياء. ليك مش من باب الصدفة كل هالأعلام تبع الدول اللي موجودة، دول السبعة الصناعية زايد الصين زايد روسية موجودين بسوريا، مش من باب الصدفة. شيل أكيد سقط سيكس بيكو، نتيجة هالسقوط هذا بدك تفهمه، الخرائط الجديدة بلشت تتأسس. هذا شيء بدك تحطه براسك. المنخول بدول الهلال الخصيب بلش يخض. بحب ذكرك مشان تحط براسك أكتر شيء، بتتذكر الاتحاد السوفيتي لما انفرط طلع منه 15 دولة؟ ولك هون 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 على بعينك بتشوفه بيوغوسلافيا طلع 6 دول جديدة، بده يطلع أكتر من 6 دول جديدة بمنطقة الهلال الخصيب. هذا شيء بدك تحطه براسك وتفهمه. إذن خريطة جديدة جاية. إذا أنت مقتنع بهالكلام مشان هيك تارك لبنان ينصرق بهالشكل هذا. سرقة سرقة نهيب. يعني من أيام الياس الهريوي لا إيميل لحود لا ميشيل عون جيب صهره وجو سرقوا هالبلد سرقة سرقة ونهيب. إذا قلت لك يا هلو شو اللي بدي أقوله؟ طالما تفهمني على أنه في خرايط جديدة جاي هلأ محمود عباس إلى البيت الأبيض، بقوله للرئيس محمود عباس سمع كتير منيح، الرئيس ترامب كل واحد بده يتقرب للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس ترامب بده يحكي تجاره ربح وخسارة. إذا خدنا مثال كل الدول العربية عفوا كل الدول العربية كلها 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 ميزان التجارة بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية 115-120 مليار دولار بالسنة، 26 مليار. يعني شو منشتري من أمريكا وشو منبيع لأمريكا للولايات المتحدة؟ 26 مليار لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بالشراء وبالبيع. بس إذا منطلع بالصين، وهذا هان الهم الكبير، حكينا عن بالسنة بين الدول العربية كلها كلها مجتمع حكينا والولايات المتحدة الأمريكية الميزان التجاري بالسنة، بالسنة نفس الميزان بين دولة الصين ودولة الولايات المتحدة الأمريكية، الفرق لصالح الصين بفتلة عجابته 367 مليار دولار بالسنة. هيدي كمان بالضبط صحيح. عمي حسن انت بلبنان هالفساد وهالسرقة والدين والدين العام، يعني انت عارف حالك، بتصور انه مفروض يكون مثل ما قلت لك سمع مني. انت ناطر هالدويلات كيف بدها الخريطة الجديدة، تشوف حالك وين بدك تقعد.
وصحيح هالحكي. اللي وراك مثل ما بيقولوا ابري موا لو ديلوج، فورقة معي، بعد مني الفيضان، يستفلوا خليه يدبروا حاله. بس هذا انت اللي وصلت. خطرة كتير، خطرة كتير. كل الدين العام، تعرف الدين العام انه فايدة، فايدة على الدين العام كل سنة 5 مليار دولار. طيب هالدين العام من مين متدينينه؟ من البنوك اللبنانية. البنوك اللبنانية من مع مصريات، ودايع هالناس الحطة مصريات عنده. تعرف الكرسي اللي جاية؟ ولك ولو ما لك بعد كل شيء ما قطلت هالشخصيات الوطنية، كله تفجير وقتل وكذا، بس إذا عارف وين بده يصير؟ رح أكد لك أنا ما رح نستعملوا التفجير مع الأجيال اللي قادمة. الجرسون مرة أنا عم بتغدى بنيويورك مع شاب علوي من الطائفة العلوية الكريمة، بيشتغل بقطاع خاص، ومدامته من الطائفة العلوية الكريمة، عالطولة مش أنا قلت، هو قال لي طلع فيها هي. قرب جرسون طلع مصري، قلت له يوناني أنا، يمكن يوناني، يمكن حكي كلمتين مصريين، ما بعرف يعني، ما بقى أتذكري. طلع بمرته قال لي اتذكري يوم من الأيام هيدا الجرسون لما بده يشوفه للحاكمين وبالمال اللي ما عم بره بده يبزق له بوجهه، يمكن يكون سوري هالجرسون ويقول له هيدا مالي. هو هيدا زيته الجرسون والشعب السوري اللي انت عم تذبحوا فيه ومشتركين بقتله بهالشكل. ولادكم، ولادكم بده يكونوا قاعدين بالمطعم، بده يضربوا السكين، ما حيصير فيه تفجير، سكين ماشي بالشارع، هيدا فلان بده يضربه بالسكين، السكين اللي معه. وبكره تشوفه يعني وين وصلت وهالدنيا هيك اللي حطيت هالناس بقهر موما. هلا مثلا اللي بده يفوت مثل ما قلنا عند الرئيس الامريكي، بده يقول له انا بشتري البوينج، انا بدي اشتري الادويه الامريكيه، انا تعود شوف الكوكا كولا شو بتعمل عند شو بتربح عنا، انا تعود شوف شو بتربح مني الماكدونالد. بده يفرجيه هيك حتى يبلش الحديث يرتاح فيه الرئيس. بس بقول له لمحمود عباس واضحه، ما بتقدر تعمل مفاوضات مهما عليه، ما في وحده فلسطينيه، الايرانيين خشوا بحماس ولك وين وصلكم. عبكرة بيجي بعض الصحفيين حماس وطني وأبو الوليد خالد مشعل وطني، وطنة إيش؟ أشيها الوطنية يا حضرة الرئيس محمود عباس، وليكم ما بيخلوك أنتوا عملوا حكومة وحدة وطنية لأنه إيران وراهم، وما بيخلوكم تعملوا اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني لأنه إيران وراهم. وإيش بدي؟ لما بتفرج على الفيديو باجتماع الرئيس محمود عباس عند أمير قطر بحضور خالد مشعل وبتشوف الكذب، يا الله شو هذا، كيف بيتعلموا هال، هذا شو اسمه ممانعة وكذب، لك هالكذب اللي بيعملوه هالطلفيق بالحكي. إذن للشعب اللبناني هذا. هلا بدي أقول للمسيحيين اسمعوا كتير منيح، ليكم إني واضحة عشان يعملوا فيكم، جايبين لكم يلي بتسموهن ممانعة وخنانعة وإيران ورهي، بيجيبوا عملة لألون واضحة واستعملها حافظ الأسد، وبعدين هني نفس زيتهم وهني بيكونوا داخل لعبتكم. بس ما تنسوا بال1500 سنة اللي وجدنا فيها بلبنان كان في كتير هيك عملة ومرقوا علينا، ما بدكن تخافوا، بدكن تبلشوا من جديد. اسمعوا مني، عم بعطيكن المعلومات، اسمعوا، بدكن ترجعوا تعملوا وحدتكم بقرنة شهوان جديدة بقيادة المورني وباقي المسيحيين، حتى تشوفوا اللي جاي. مثل ما قلت لكم في تغيير دول، ما بتكن تخافوا، مش يلعان وصهروا فكرا ان هني كمان عارفين لح جاي المنطقة، جاي المنطقة بدن يضربوا ايدن هني تيحطوا ايدن على المنطقة ويسرقوها أكتر. إذا في سرقة إيش بدها تعمل هالناس؟ أنتوا مسؤوليتكن كبيرة، لأنه اللي جاية
ما فيك إلا ما فيك ترفضوه. هيدي المساج تبعي اليوم مشان تسمعوه. يعني هالكلام بدكم توقفوا هالكلام الكبيرة رح تعملوا لك. خلوني اكشف لكم على بنك المركزي، لا في 50% من اللبنانيين بيعرفوا مثلي. منين بجيب هالاخبار؟ من اللبنانيين. لا البنك المركزي في كتير شكوك حول السياسة اللي عملها رياض سلامي، كمان مش كل الموافقين على السياسة اللي عملها. المصاريف والمعيشات والتوظيفات، واللي سمعتوهن اخر شيء 5 مليار وفوايد عالية وهذا كله. لا يا شباب طولوا بالكم، لا بدكم توقفوا بقى هالعبادة الشخص. عبادة الشخص هي الدمار، هي الدمار. عمي حسن قبل ما اتركه، لا 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 انت عارف رح يجي. قلت لك يوغوسلافيا واحدة طلع منها 6 دول جديدة، بده يطلع اكثر، بده يطلع اللي شايفه قدامك بدول الهلال الخصيب 6 دول جديدة. معلش رح سمي لك اياهم. فمشان هيك بدك تفهم هالشغلة. عم تعمل اني انا بدي يتدمر لبنان اقتصاديا وهالناس تضل فقره. وين بتوصل ما بعرف. بس شعب سوريا بده يلحق اولادكن واولاد اولادكن. طمن بالك قبل ما اتركك. تحية لشعب ايران ناطرين انتفاضتك. تحية لاخواننا الطائفة العلوية الكريمة كمان ناطرين انتفاضتكم. ما فيكن تكفوا هيك بديكتاتور وانا الرب والهي. ابدا ابدا ناطرين كم بدكم تنتفضوا. تحية الى دولة اسرائيل على هالدولة اللي عملوها. بتشوف السياسي باسرائيل بفوت يتحاكم وبفوت على الحبس. بتشوف جامعاتهم، بتشوف الكهرباء، بتشوف الزراعة. تحية لهالدولة اللي بنيوها. بحلالك تتفرج عليها. يعني كل واحد صار إذا بده يقضي إجازته بكره بده يروح على إسرائيل، وإذا بده يعلم ابنه بده يوديه على الجامعات لهونيك. لبنان كان بيقدر يوصل إلى متحضر. منه متحضر، غريبة. بتشوف الجاهل، جاهل بكل معنى الكلمة بس طامح. أمثال بيسيل، شو اسمه جبران بيسيل، هيدا على هالصورة هيدا تحكم بمصير. هيدا جهل، هيدا جهل وقهر وظلم. مشان هيك هالرسالة بقولك هي بتمنى خطابك يكون ما في لزوم تودي مساجات، أوريينك قري. شكرا وألف شكر يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان.